السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد بالضبط 7 أيام من المرض أو من إن أنا نايم على السرير باخد أدوية بس، ورسائل كتير جات لي من ناس كتير محترمة، أنت فين بقالك فترة وإزاي ما تقوليناش كل سنة وأنتم طيبين. أول حاجة عايز أقولها كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة والأمة الإسلامية كلها بخير. بس والله اللي منعني عنكم فعلا الشديد الأول، إن أنا تعبان تعب صعب جدا، يعني تعب. الحمد لله أنا لسه دلوقتي يعني بأوامر الطبيب والأصدقاء كمان إن هو لازم تتحرك، لازم تقوم تمشي من مكانك. فإن أنت تبقى عيان مرض حرارة مرتفعة والتهابات كده في كذا مكان، بس الحمد لله الحمد لله يا رب. بس كله سامعيني من الهواء اللي شغال ده، حرارتي كانت مرتفعة جدا بعد فرح أخويا ولمدة 7-8 أيام متواصل. الحمد لله النهاردة بدأت تأفوق شوية، بس برضو الآن يعني فايق بس على قلق والله. التهابات بقى في المثانة والتهابات في حاجات كتير كده، بس يعني الحمد لله النهاردة بدأت أخرج علشان أشم هواء مختلف، ويمكن تغيير الهواء ده اللي إن شاء الله يخلينا نبقى كويسين. فمحدش يقلق علينا يا جماعة، الناس اللي بعتت لي رسائل قالت انت فين ما بتردش علينا ليه، هي بس مجرد التعب، والحمد لله ان شاء الله نبقى كويسين ان شاء الله. يعني يوم او اتنين كمان وابقى افضل ابقى كويس. النهاردة جيت مكان اللي هو راس البر، هنا التقاء النيل بنهر النيل بالبحر المتوسط، فقلت اجي المكان ده يعني يمكن لو شميت هوا فيه يبقى افضل شوية بعد العيا الصعب اللي انا كنت فيه. عموما وحشوني جدا، كل سنة وانتم طيبين. هنستمر ان شاء الله نعمل فيديوهات بقى عن زي ما احنا متعودين عن الكورة وعن التحليلات الفنية وعن كمان العيد في مصر كان عامل ازاي. عايز اصور لكم شوية لقطات ان شاء الله من العيد في مدينة راس البر اللي انا فيها دلوقتي. راس البر دي معروف عنها ان هي عروس البحر الابيض المتوسط. ان شاء الله اجيب لكم لقطات كويسه منها النهارده، وانزل لكم فيديو كويس كده بالليل تتفرجوا عليه ان شاء الله على مظاهر العيد في راس البر. شكرا لكل الناس اللي سالت عليا، كل الناس اللي حابه تطمن عليا، يعني الحمد لله بقيت افضل وان شاء الله هكون كويس. ادعوا لنا كده ربنا ان شاء الله يكرمنا ونقدر نعمل لكم حاجات حلوه ومفيده في الفتره اللي جايه ان شاء الله. شكرا لكل الناس اللي سألت علينا، وإن شاء الله أشوفكم على خير الفيديو الجاي بكرة إن شاء الله. السلام عليكم.